شكرا مرحبا. اليوم ان شاء اليوم كان الجمع العام الانتخابي للاتحاد العربي للسباحه اللي احتضنته مدينه الدار البيضاء وحضرت بالثقه ديال مجلس الاداره لانه كانت مجموعه الدول اللي كانت راغبه في الاحتضان والمغرب فاز في هذا الاحتضان بيكون كذلك مقر الاتحاد العربي للسباحه. والحمد لله الجمعيه العموميه دازت في جو اخوي وصدرت عندها مجموعة ديال القرارات بحيث كل التقريرات تم اعتمادها بالإجماع. وما يتلج الصدر كذلك هو أنه انتخاب مكتب مجلس إدارة بالنسبة للفترة المقبلة تم بتزكية ولم نحتاج إلى المرور إلى التصويت، وهذه يعني تدل على مدى احترام الإخوة كونوا في الاتحاد العربي على أن الصفوف تكون دائما ملتئمة لتطوير السباحة على الوطنين العربي. فبطبيعة الحال أنا يمكن أن أتفق معك على مستوى المياه المفتوحة أمام مستمع بالنسبة للسباحة داخل، فهي يعني التدريب يكون داخل المسبح وهذا شيء اللي هو ضروري. خص البنية التحتية تكون متوفرة لدى السباحين وماشي فقط غير البنية التحتية، كذلك التوقيت الزمني لأن الزمان المدرسي يجب أن يكون ملائما للزمان التدريبي وكذلك الأطر التقنية اللي في مستوى اللي ممكن تنقل السباحين من مستوى إلى مستوى قاري مثلا إلى مستوى دولي.